ليست دولة المهدي دولة السيف والرمح ودولة الفلاحة والغوص، لا، المهدي ما يرجع الناس إلى الوراء أبدا. دولة المهدي هي أرقى حضارة تكنولوجية عرفها الإنسان على الأرض. دليل عقلي نقول يوم المهدي هو اليوم الذي وعد الله به أهل الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. شنو معنى الوارثين؟ يعني الوارثين للأرض. شلون أنت ترث الأرض؟ كيف أورثتها أنا؟ يعني أرث شنو؟ كنوزها وطاقاتها، وإلا إذا ما صار كنوزها وطاقاتها بيدي رجعتنا للفلاحة، شلون أورثت الأرض؟ قبلي الناس صعدوا على سطح القمر وأنا رجعت للفلاحة، كيف أورثت الأرض؟ ونجعلهم الوارثين إرث الأرض، يعني إرث كنوزها، إرث طاقاتها، إرث الأرض يعني السيطرة عليها. دولة المهدي هي أرقى حضارة تكنولوجية عرفها الإنسان على الأرض.